سؤال عن تاريخ ميلاده 23/7 ولد. 23/7 برج الأسد، وواخد من برج السرطان. الأسد الفترة دايماً برج الأسد سواء ست أو راجل ما بيبقوش راضين عن اللي هم الحصاد اللي هم حصدوه، دايماً عايزين الأكتر، عايزين الأحسن. فالفترة اللي جاية عندهم حلوة، خصوصاً إن إحنا كده كنا قايلين إن إحنا النص التاني لبرج الأسد كان هيبقى أحسن بكتير، ومن الشهر ده شهر 6 اوكي، من بعد يوم من يوم 5 ل 15 من بعد كده في حصاد لبرج الاسد. عنده نص تاني من 6 و7 و8 و9، الدنيا عندهم حلوه جدا جدا، بس ما يتعصبوش او ما يضيعوش حقهم بعصبيتهم. يعني يهدوا شويه وكل حاجه هتيجي، بس ياخدوا القرار الصح. بس لكن الدنيا عندهم حلوه جدا جدا الفتره دي، لان هم الفتره اللي فاتت كلها ما كانتش حلوه عندهم خالص. كانوا واخدين جنب، مش عايزين يتكلموا حد، او قاعدين جوه القوقعه، مش عايزين طاقات سلبيه من الناس حواليه. بس الفتره الجايه عندهم حلوه جدا. حلو قوي. طيب احنا من شويه انت برضو احنا طرحنا شويه لحته يعني برج الحوت، واتكلمنا في الجوزاء. ايه ممكن تكون الابراج، يعني ممكن يكون برضه يا استاذ المشاهدين، ايه الابراج الثانيه اللي ممكن يكون عليها العين في الفتره اللي جايه اكتر؟ انت قلتي بصفه عامه الابراج كلها، يعني دي الفترة اللي هي بنتنبأ يعني ان هي تبقى كويسة. خلينا نقول ان اللي هيسعى هو اللي هيحصد، لان في كل برج لما بنيجي مثلا نقول البرج ده الفترة دي نجمه عالي او في عنده حاجة كويسة، اللي بيسعى هو اللي بيحصد او هو اللي بيلاقي. في كل الابراج؟ طبعا في كل الابراج. ما هو النهارده معلش انت النهارده عايزه تشتغلي مثلا وقاعده في البيت، لا بتتحركي ولا بتروحي ولا بتسعي ولا اي حاجه، ومستنيه حد يجي يجيب لك الشغل غطي عندك. طب ما هي وممكن يكون حظك الفتره دي عالي جدا، بس انت اللي ما بتتحركيش او انت اللي ما بتسعيش، فهيجي لك ازاي؟ فاهمه قصدي ازاي؟ يعني الناس لو بتسعى او بتعمل تليفونات لاشخاص تعرفها، صح، او بتقول انا يا جماعه عايز اشتغل، انا ما بقتش اشتغل، او انا أكيد. الدنيا بتفرق هنا، الموضوع بيبقى حظك اكتر. لكن في ناس كتيره قاعده ما بتتحركش ولا بتسعى لاي حاجه خالص، ومستنيه الحظ يجي لغايه عندها، او الشغل يجي يخبط على بابها، او العريس يجي يكلمها في التليفون يلا انا عايزه اتجوزك. طب ازاي؟ ايوه طبعا. طيب معانا ولد بيسال عن 16/9. 16/9 برج العذراء. العذراء بقاله فتره الدنيا مش حلوه، اوكي، ولاد وبنات. ولاد وبنات، بس الفتره دي ابتدت تبقى حلوه. يعني اليومين دول او من اول من يوم الخميس اللي هو بعد بكره، الفتره اللي جايه عنده حلوه، اوكي، هتبقى حلوه عنده. المفروض ان هو كنت قلت قبل كده ان العذراء بيبقى مستني الحاجه زي ما هو عايزها. يعني مثلا لو قلنا ان هو جاي له مليون جنيه، لو جم مليون الا جنيه يبقى ما جوش. بيبقى عايز الحاجه زي ما هو مسطره، زي ما هو كان مستنيها. اوكي. ويبقى مثلا مقاريف، مثلا ان هي جت مثلا اقل 100,000، اقل مثلا كان عايز العربيه حمراء جت جري. لا بس دي هتضايقنا كلنا دي. عايز العربيه لونها ما لقيتش غير لون معين بتجنن. ان عسى ان تكرهوا شيئا هو خير. طبعا ونعم بالله. طبعا ونعم بالله. ساعات تدابير ربنا بتبقى احسن مننا 100 مره من اي فكر لينا احنا خالص. طبعا اكيد طبعا. فهنا المشكله الرضا، او ان احنا نرضى بال ربنا قسمه لنا او طبعًا. بالمكتوب، صح، بس طبعا مش أكتر.